ذات خميس خرج الرجال من هذه القرية ولم يعودوا حتى اليوم. قرية البعكاش التي لقبت بقرية أهل الخميس في ناحية الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار باتت منطقة يقتصر سكانها على النساء والأطفال فقط. أم يوسف التي فقدت زوجها وأقربائها أثناء عمليات تحرير المدينة من قبضة داعش الأرهابي بدأت مشوارها بصناعة تنانير الطين لتوفير لقمة العيش لأطفالها بعد أن تقطعت بها سبل الحياة. أنا يوسف من أهل الصقلاوية من منطقة البعكاش. انفقد زوجي بهاي الأحداث. فقد زوجي بريء ومظلوم، هو وخوالي بسليمان وأخوتي ولد عمي اللي عندهم خواتي والبعابد، هواي ناس انفقدت وراحت. بغيت أنا أعرف أشتغل هاي بالتنانير مال الطين، ما بغى عندي معين. من رجعنا من الخيام لقينا السيارة رايحة، الغنم رايحة، البقرات رايحة، ما لقينا كل شيء. وحتى القاع اللي هاي الله بيناتنا هاي مولنا للملاليك، ومعين ما عندي. ابني الكبير عمره 12 سنة، لا عندي معين ولا الملك هذا لنا، وزلي ما راح وكل شيء راح. بغيت أشتغل بالتنانير من أجل أعيش أيتامي. والله أنا والله مريضة، الله بيناتنا مريضة، حتى شوفي غلمه هو، أنا مريضة وعند ابنية مريضة. قصص مأساوية للعشرات من منطقة البعكاش على شاكلة أم يوسف وأطفالها الذين ما زالوا يتأملون عودة آبائهم. أنا موسى أبوين فقد ومت ابنة تنانير طين وعاشين عليهن، شو ما عدنا مشتاق لأبوية. أكثر من 700 شخص في ناحية الصقلاوية غيبوا أثناء عمليات التحرير وما زال مصيرهم مجهولا لأكثر من 5 سنوات، فيما يتأمل ذوي المفقودين عودة أبنائهم لحد إنجاز هذا التقرير. من ناحية الصقلاوية، أحمد الحمداني، قناة التغيير.